تحية طيبة إلى كل مشاهدينا عبر قناة أمني في أونتاريو وألبرتا، وإلى كل متابعينا عالميا عبر يوتيوب وعلى موقعنا على الإنترنت. تحية طيبة وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أمنيات، نستهله بموجز لأهم أخبارنا المتفرقة. اليونيسف والاتحاد الأوروبي يقومان بالتعاون من أجل إعادة تأهيل بعض المدارس في الجمهورية السورية. رئيس المعهد البابوي للموسيقى الكنسية للفاتيكان في روما المونسينيور فالنتينو ميزيراكس في تورونتو. فيلم نهاية حلم للأب فادي تابت في تورونتو. رئيس وزراء أونتاريو في الشرق الأوسط ولقاء مع النائب في برلمان مقاطعة أونتاريو خليل رمال. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. تقوم منظمة اليونيسف وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بتوفير المستلزمات لإعادة تأهيل المدارس التي استقبلت عددا كبيرا من اللاجئين القادمين من الجمهورية العراقية، حيث كانت الاحتياجات التعليمية والنفسية لأطفال المخيمات ثانوية في كثير من الأحيان. ويتم تشجيع المعلمين وأولياء الأمور على المشاركة الفعلية لإعادة التأهيل. زار رئيس ومدير المعهد البابوي للموسيقى الكنسية للفاتيكان في روما المونسينيور فالنتينو ميزراكس تورونتو الأسبوع الماضي في زيارة خاصة لرعية كنيسة سيدة لبنان، وللمناسبة أحيت الرعية حفل استقبال على شرفه، حيث قدمت جوقة الكنيسة بإدارة كاهن الرعية الأب عمانويل النخلة باقة من الأناشيد التي تضمنها أنشودتين من تأليف المونسينيور ميزراكس، وقد قدم المونسينيور ميزراكس معزوفتين على أورجن الكنيسة. وفي نهاية الحفل تم تقديم شهادات رمزية للمشتركين عليها خاتم المعهد البابوي. قام الأب فادي تابت من جمعية الآباء المرسلين بزيارة لرعية سيدة لبنان في تورونتو في إطار جولة تسويقية لفيلم نهاية حلم. وبالمناسبة نظمت الرعية حفلة ساهرة للفيلم الاستعراضي من إخراج شارل شلالة الذي يعالج قضية بيع الأراضي من المسيحيين في لبنان. كاميرا أمنيات كانت موجودة مع الزميلة فادية وقد تحدثت مع الأب تابت حول فيلم نهاية حلم. لما كيانك يرتبط بالميل تفعل عليك. هالفيلم هو نهاية حلم. يمكن شوي العنوان غامض وبيخلي الأشخاص يطرحوا علامة استفهام شو المقصود منه. المقصود منه هالفيلم هو نهاية حلم أي مغتصب بده يغتصب أرض لبنان، وبداية حلم اللبنانيين الجديد يلي بنتمنى أنه كليتنا أنه يتحقق هالحلم هيدا. الفيلم أنا كاتبه، أنا كاتب كل الأغاني فيه. الإخراج هو لشارل شليلة والموسيقى لشارل شليلة. في معي عدد كبير من الفنانين الكبار مثل ورد الخال، مثل استاذ عبد الله حمصي، مثل استاذ ويليام حسواني، ريمو صليبا، اماليا ابي صالح، علي لحود، نهله داوود، وجيه صقر، عدد كبير من الممثلين الكبار. انا بلعب في دور المطران يلي بيتخلى عن مطرانيته وبيعمل خوري وبينزل بين الناس، والغاية انه يكون حد شعبه ويكون عم بيساعد شعبه بحالة الأزمة اللي عم يمرق فيها، وبنفس الوقت هو صرخة للكنيسة يعني انه تكون قريبة من الشعب، ما فيها الهوة بينه وبين الشعب. ماشية محضرة ضمير عن الإنسان. المقصود من هالفيلم اكيد انه اليوم وسائل الاعلام للأسف عم بتوصل صورة غلط عن لبنان، وبنوع خصوصي للمسيحيين يلي موجودين خارج الأراضي اللبنانية، عم بحطوا لهم براسهم أنه انتو صفيتوا الأقلية، انتو صفيتوا لبنان بطل لكم. في صورة غلط عم تنحط أنه لبنان هو الإرهاب، لبنان هو الدمار، لبنان. فأنا جاي حتى أفسر لهم أنه لا، مش هيدا هو لبنان. لبنان الحقيقي هو لبنان يلي راح بتشوفوه بنهاية حلم. نتابع مشاهدينا لقطات من فيلم نهاية حلم. لما كيانك
يرتبط بالميل. تفعل عليك. لما أرضك تنباع بالرخص. أشو بدون يبيعوا ضميره؟ أهم شيء يا محضرة ضمير هذا الإنسان. الفرق بيني وبينك يا ست إني أنا غريب. وطي سلاحه. قوتك رح خليك تبصر ما نميت وحش. يا الله يا الله. خلي غيرك يكون عايش على أرضه بدون منازع. لوين رايح؟ ولما طموحك يصطدم بالذل. نورة، مش مثل ما أنت عم تفكر. صاير فيلسوف يا عباس. البطن الفاضي بيخلي الراس بالأرض. بتاعي رح تخرب، لازم نروح نخلص هيدا. أنا خلص رجعت على الضيعة اللي بحبها من أنا وصغيرة. ضيعتنا منتلاقى فيها منغني وبيحلى الكيف. قرب لحدا وولع. شو هالحكي شمعة؟ عيب، أنا بستحي. القلب الضيف. شوف رجالك فيها تضلع لما لون المال بتقشع. كيف بتسحب ذوق تحكي وانت مثلن بكره بتركع. سلمتك رقبه الشعب مش لتذبحيني الي. يا حرام عليك يا سلمى، فوتك بطريق ملهومه وما حدا غيري بيقدر يطلعك منها. كل شي عم يغلب هالدنيا الا الانسان اللي انخلقت الدنيا كرماله. بيفتكر حاله خالد على هالارض، بيقتل بيسرق بيعمل المستحيل تيضل موجود، وبينسى انه بيجي على غفله وبيروح. لما تدق ساعه الحقيقه وحده اللي بيرجع كمشة تراب، وكل شي بيجمعه بيبقى بهالارض. شو بدك منا؟ بدي اياكوا تعيشوا بكرامه. نهاية حلم تكل نهاية تكون بداية. نتوقف مشاهدينا مع فاصل إعلاني قصير، وبعد الفاصل نتابع زيارة رئيس وزراء أونتاريو إلى لبنان.